هنا بيت مريم العذراء ومصلى الخليل، هنا نبعت عين الماء لأمير المؤمنين عليه السلام، فجعل من هذا المكان مسجد مقدس. تعالوا نتعرف على تفاصيل القصة كاملة. نعود إلى زمان المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. جاءت أمه الطاهرة البتول تحمله من بيت المقدس على عاتقه، وكان طفل صغير، فوضعته على صخرة موجودة في هذا المسجد المسمى مسجد براثة أو براثة كما ينقل في كتب التاريخ. قرب هذا المسجد كان هناك ديرا نصرانيا كان يتعبد فيه راهب نصراني، وتزوج من امرأة واشترط عليها أن تترك مباهج الدنيا وتكون معه عابدة، فوافقت وعاشا سوية في هذا المكان من بغداد، وكان اسم الراهب براثة أو براثة، وهذه القصة منقولة في الكثير من مصادر المسلمين. بعد حرب النهروان ضد الخوارج، مر أمير المؤمنين عليه السلام بجيشه في هذه البقعة، في هذه المنطقة، فكان هناك دير نصراني قريب من هذه البقعة، خرج منها راهب وصار يتخطى الجيش حتى يوصل إلى قائد الجيش ويسأل عنه من هو. سأل الراهب من رئيس هذا العسكر، فقيل له هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال أهل النهروان. فجاء الحباب مبادرا يتخطى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين عليه السلام فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين حقا حقا. فقال وما علمك بأني أمير المؤمنين حقا حقا؟ قال له بذلك أخبرنا علماؤنا وأحبارنا. فقال له يا حباب. فقال له الراهب وما علمك باسمي؟ فقال أعلمني بذلك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له الحباب مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإنك علي بن أبي طالب وصيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام وأين تأوي؟ فقال أكون في قلاية لي هاهنا. فقال له أمير المؤمنين بعد يومك هذا لا تسكن فيها، ولكن ابنيها هنا مسجدا وسمه باسم بانيه. فبناه رجل اسمه براثة فسمي المسجد براثة باسم الباني له، هكذا ذكر في بعض المصادر. وإن ذكرت القصة بتفاصيل أكبر في مصادر أخرى، مثلا أن هذا الرجل الراهب أخبر أمير المؤمنين عليه السلام أن هذا المكان لا ينزل فيه رجل بجيشه إلا إذا كان نبي أو وصي نبي، فأخبر الإمام علي عليه السلام أنه سيد الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء. الإمام علي عليه السلام أشار لجيشه يحفرون في هذا المكان، فظهر الصخرة كبيرة ما استطاعوا قلعها. الإمام قلعها وخرج من أسفلها عين ماء صافي جدا شرب منه الجيش. بعدها مرة أخرى أمرهم وأشار لهم في مكان آخر أيضا حفرة، فظهر الصخرة أخرى فأخبرهم أن هذه الصخرة هي نفس الصخرة اللي وضع عليها النبي عيسى عليه السلام بعد أن جاءت السيدة مريم سلام الله عليه من بيت المقدس ووضعتها للنبي من على عاتقه على تلك الصخرة. يقال الصخرة اللي قلعها الإمام علي عليه السلام ونبع من أسفلها الماء هي هاي الصخرة، حتى الناس يأخذون ماء من البئر ويسكبوه في هذه الصخرة ويشربون منها للتبرك. خبرتكم عن ماء يؤخذ من بئر صح؟ البئر هذا هو نفسه عين الماء اللي نبعت من أسفل الصخرة اللي قلعها الإمام علي عليه السلام، يؤخذ منه الماء ويسكب في الصخرة للتبرك. هذا المسجد اللي بني بأمر الإمام علي عليه السلام كان مصلى لإبراهيم الخليل سلام الله عليه النبي، وكذلك الكثير من الأنبياء والأوصياء ومنهم سيد الأوصياء أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويقال في هذا المكان أيضا ردت الشمس للإمام علي عليه السلام، وهذه الحادثة معروفة تكررت للإمام أكثر من مرة وبأكثر من مكان. يعود تاريخ هذا المكان إلى ما قبل الإسلام، ولكنه بني كمسجد فيما بعد بأمر أمير المؤمنين عليه السلام، وبسبب حادثة ما
أمر الحاكم العباسي الراضي بالله بهدم المسجد تماماً، ولكنه بني فيما بعد بأمر أمير أمراء بغداد. وكان المسجد لأعوام طويلة مكاناً لتجمع العلماء، حيث كان فيه الشيخ المفيد يدرس تلاميذه، ومن بعده الشريف المرتضى علم الهدى وغيرهم. وتوالت عمليات الإعمار حيث تم تجديد عمارته في القرن الماضي، وتعرض في عام 2006 لعمليات إرهابية عدة، ولكن ما زال الإعمار مستمرا فيه. وبكل مدن العراق تجد أماكن وبقاع مقدسة، ومسجد براثة واحد من تلك البقاع المقدسة. فكم واحد زار الكاظمين عليهما السلام ومر بهذا المسجد وصلى فيه